حبيبي السلام عليكم، مرحبا بكم في شيواتم سليمان. اليوم ان شاء الله هتشوفوا معايا هذه التحليه كتحمق باللوز، بالكريمه ديال اللوز وبالحليب المركز المحلى وبالكراميل، وهذاك الشيء كيجي كيحمق، والحليب غبره فيها واحد الشيء كيحمق. تابعوني ان شاء الله، وبلاتي ان شاء الله انا غنوري لكم واحد طريف مثلا باش تشوفوه كيف جات. تقدموها في اي مناسبه تعجبكم، مثلا فرح الضيوف ديالك، اللي بغيتي تقدمهم فيها تقدر تقدم. هذه كتقدم مثلا بحال فلان، بحال الطرطه بارده المناسبات وداك الشيء، ولكن هذه بستيل اخر ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. كنحاول نطلعها مزيان ان شاء الله يا ربي، حيت عندي البسكوت من داخل. ها هي حبيبي، شوفوا حبيبي، هذه واحد البسكوت عندي هنا فاز كيحمق، حتى هو كيحمق كيجي واحد الدافي ما عندي ما نقول لكم. والكريمه اللوز وهذه الكراميل حتى فيها اللوز حتى هي، وجربوها ان شاء الله ما تبخلوش عليها، والله غتحمقكم وتحمركم. جاكم تقدموهم في اي وقت اللي يعجبكم ان شاء الله، في الفرح ديالكم، الضياف ديالكم، اللي بغيتو. ها انتم حبيبي، واحد الشيء كيجنن. روعه حبيبي، بسم الله. اللي قادو خوتنا المصريين يستاهلوا بقكم. هانتوما حبيبي، اتمنى تعجبكم كبيدات. حبيبي صباح النور والياسمين، وصباحكم سعيد، ونتمناكم يا ربي تكونوا في الصحه والعافيه حبيبي، وتكونوا فرحة البال ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اذا عجبكم ما تبخلوش علينا بجيم حبيبي واشتراك، ما تخسروا علينا والو، حنا اللي غنقول لكم. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. جيم حبيبي ما تبخلوش علينا، ماشي شي حاجه كبيره، ونتمناكم تدخلوا تعملوا خا غير جيم وتشوفوا الفيديو خا غير 4 دقائق ولا 5 دقائق، بركه عليكم ما تكملوش غير عملوا جيم واشتراك. وشكرا حبيبي، ربي يجازيكم القدام والجداد والحباب كاملين بسيتو. واليوم غنعمل لكم واحد التحليه ما دايراش في اليوتيوب، واحد التحليه ما دايراش في اليوتيوب، كنقولها لكم فيغوره ما دايراش في اليوتيوب، وغادي تجربوها وغادي تشوفوها وغتعرفوها ان شاء الله. بسم الله نمشي للمقادير، من العراضه ندارك فرحات اي ما بغيتو تعملوها، عيط طفلان ولا طرطاكلاص، احنا بديل نعملو هذه، وكتجي كتحمق. وجربوها وغادي تعرفوا وتكتبوا وتقولوا لي اللي رشقتكم. بسم الله، عندي هنايا يطرونص الحليب، ها هو يطرونص، يكون قليل الدسم ولا طبيعي ولا كيما بغى يكون. يطرونص ديال الحليب كتشرا ونص ديال بينيه ليكيد ولا نص مغرفه بينيه بولبور، بحال بحال 10 د المغارف د مايزينا، 10 د الكوتشرات ها هما د مايزينا، جوج د المغارف د الحليب غبره، ها هو حبيبي جوج د المغارف د الحليب غبره. عندي هنايا نص كيلو الكريمه د اللوز، ها هي كتباع في اي مطعم هنا في اسبانيا وحتى في المغرب كتباع كريمه د الميندراز، انا كنشريها حبيبي هذه من ميركادونا، كاينه في كاريفور، كاينه في هذه، واخا تكون الطاسه الدجاجه مبدله العلبه مبدله، الكريمه ديال اللوز كاينه بحق هذه ديال ميركادونا، كتحمقني كتجي بزاف الحاجات. هنايا عندي لاطه كبيره كنت عامله منها، خصني نعمل 500 غرام ديال الحليب المركز المحلى، ها هي نسلين، انا شاريه غير لاطه ديال الديه، ها نتوما كتشوفوها حبيبي، نعمل 500 حتى 600، اذا جاكم باقي خص السكر وكتعجبكم حلوه بزاف غتزيدوا، جاتكم هي هذاك خليوها اللي بغيتو نتوما، الحلاوه على حسب، ولكن القياس ديالها طبيعي في ليترونص د الحليب 500 غرام د هذا الحليب المركز المحلى.
ودابا نمشيو نعدلوا البارتي الاول ومن بعد تشوفوها ان شاء الله معايا، وغنوريكم حاجه اخرى ان شاء الله. حبايبي انا هنايا عامله واحد البسكوت شو ديال الكاكاو، ها هو فين هو، حيت عملته هنا خليته هنايا، هو ما غادي يجيش في الجناب كيبان بزاف حتى نقطعوها، ولكن ها هو فين هو. هادو اللي عامله فيهم سته، نقول لكم زعما كيفاش عملته، بحال الجينواز. الا بغيتي تعمل الجينواز تعمل الجينواز، هذه سهله على الجينواز، كنعمل لها طرانطا هي حتى ما كتطلع بيض ما والو، كلشي في دقه واحده. هذه كنعمل سته الزيت، سته السكر، سته الحليب، سته الطحين، 8 غرام ديال الخميره وجوج بيضات، وسته السكر الا ما قلت لكم شي نسيت، ورشيشه مليحه دائما مليحه وخا نساها عملها نتوما. دخلت الفران 6 دقائق كان عندي طايب وبرد، وفزكته بالسيرو الماء والسكر يغليو مزيان وسقيوها، كتجي كتحمق في وسطو. حق هذه الا بغيتو تستغناو عنها حبايبي ماشي ضروريه، انا عجبتني عملته هيدا وعملته هيدا وعجبتني بهذه مفزقه كتجي داخل كتحمق، وجربوها حبايبي ماشي كذوب 100% حمقه كتحمق. حبيب ديالي فيا الهضره بزاف، ونتمنى تقبلوا عليا وانا غنسالي لكم دغيا. مايزينا ها هي 10 المغارف حبايبي، ومعمرين معوض ها هو. غنعمل جوج مغارف بالحليب يابس، الحليب غبره ها هما جوج مغارف. تايلا زيتو ما يوقع والو، انا زيت التحريشه حيت كيهرق لي ملي كنجي نخرجو باش تجيني القياس ديالي معوض. هادي سبيسيال سبيسيال في المذاق في اي حاجه، نعمل مغرفه ونص، الا كتعجبكم تعملوا حتى جوج مغارف. انا ما خصنيش نتلف الصابور بالمذاق ديال اللوز باش يبقى فيه ديك المذاق ديال اللوز مع الكراميل كيحمق وباقي غادي تشوفوا ان شاء الله. هادي واخا عندي نص كيلو حبايبي، ها هي كتبع فيها 500 غرام، ودابا كاع ما كنشوفها ها هي هنايا، ها هي 500 غرام، ولكن انا ما غنعملهاش كامله، غنخلي منها واحد الشويه، غنعملو في الكراميل في الراس، غنخلي غير واحد الشويه كاع، نعمل حتى 400 وتبقى لي 500 تبقى لي 100. الله اكبر. هاي غنخلي هذا هيدا بعد غنوري لكم ان شاء الله يا ربي. وشره هذيك وسخت، دابا هذا عيني وميزاني حيت اللاطا عندي فيها كيلو، صافي ها هي كيلو حبيبي كيلو، ودابا حيت عامله منا غادي نعمل عيني وميزاني. ها انتم حبيبي نخلي واحد شويه من بعد نقيس، الا بقات باسله غنزيد شويه، جاتني في المذاق هو هذاك ما غنزيدش، نحيدو كلشي حبيبي. وهذا قبل ما نشعلو النار الكويدات، نتوما كتعرفو مايزينا وداكشي ضروري هادشي كامل يتخلط على البارد مزيان 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 حتى يرجع. الا بغيتو تعملوها في الليكوادوره عملوها في الليكوادوره، بغيتو تعير هيدا غير هيدا. هشتي دابا لصقات لي نتاحت، حق شويه بشويه كتذوب، وغادي نزولها كامله ان شاء الله يا ربي، ونخلط مزيان عاد نشعل النار وغي تبدا تغلي نوريها لكم ان شاء الله. هانتوما الحبايب ديالي ها هو بدا كيبقبق، هانتوما كتشوفوا، نخليوه هيدا واحد الدقيقه وحنا كنحركو، ملي بدا يعمل هاد البوابق بحال هاد الشكل هانتوما كتشوفوا ها اللي بدا يعمل هيدا دقيقه د المكانه. بالحق ما تحيدوش يدكم باش ما تحرق لكمش الحبايبي. هانتوما هادي الكريمه كتحمق لذيذه والله مع اللوز، كريمه اللوز ما عندكمش مثلا الكريمه اللوز شبروا 300 غرام ديال اللوز حمصوه شويه ماشي بزاف، ولا بغيتوا تعملوه خضر تعملوه خضر ما كاين حتى مشكل، وطحنوه غبره، وملي تعملوه في الطنجره مثلا في المول اللي غادي تعملوه فيه تعملوا كلشي وشبروا باتي دوره وبقاو طحنوا 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 مزيان، عاد بداو عاد ردوه فوق البوطه على البارد، عاد ردوه فوق البوطه. والسكر على حسب، انا قلت لكم حبايبي مع هذا اللوز عاوتاه حلو ما تحليوش، انا قيت جبرت ديالي هي هذيك
على القياس اللي عملتها نتوما حبيبي. طب دقيقة بالمجانة نحيدها، خصنا نحيدو شي يدنا على قبل باش نحركو مزيان باش متلصقناش في القرع. حبيبي هاهي ودابا غادي نكبوها ان شاء الله على هاد البسكوتشو، على قبل البسكوتشو فازك غزال 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 فازك. نسبكوها مزيان حبيبي، نكمل عليها ونغطيها ونعملها رفينه ماشي في النبيره، عيسى تشبر لي واحد شويه شو نعملوا لها البارتي الثاني وديك الساعه ندخلوها النبيره تبرد ان شاء الله. حبيبي ودابا ان شاء الله غنعملوا البارتي الثاني ان شاء الله مع بعضيتنا، ونتمنى يا ربي يعجبكم ان شاء الله العافيه. ها هو غادي نعملوا هذا الكاس اللي كيوزن 250 غرام ديال 250 مللتر ديال الماء، هو اللي غادي نعمل معمر بالسكر. ها هو واحد اخر، ها هو معمر بالماء. ها انتما كتشوفوا حبيبي هايدو هادو، وغادي نعمل واحد شويه دبينيه هكذا عيني وميزاني، وغنخليهم يرجعوا كراميل تيعطي الكولور كراميل. وهنايا عندي غنعمل واحد ثلاثه كوتشرات هاد الالميندراس هادو باللوز، ثلاثه كوتشرات معمرين. وهنا عندي خمسه كوتشرات ديال مايزينا ماشي معمرين بزاف، الا كانوا معمرين بزاف اربعه. وهنا عندي 500 مللتر ديال الماء عاود هادو بالماء ان شاء الله. وهانتوما بقاو معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله. حبايب ديالي بسم الله، دابا ان شاء الله يا ربي هاد المويه هيا نخلط فيها المايزينا. نخلطها مزيان، دابا غادي نعمل واحد جوج مغرفات ولا ثلاثة ديال هاد المندراس. ها هو الكراميل ديالنا هانتوما كتشوفوا ولا الكولور كراميل. دابا الحق خصني هاد المايزينا ما تبقالي شي مرة مكورة. حبيبي نصب عليه شوية بشوية كما كتعرفوا، سمحوا لي على الموبيل كيطلع له الربو. انتما كتعرفوا ملي كنعملوا مايزينا الماء بارد اللي عملنا مع هذا السكر هيدا ضروري كيعمل هكذا. حتما حبيبي نبقاو نحركوا ما نوقفوش يدنا. وهادو اللوز ديالنا دابا عاد غنعملوهم باش ما يتحرقش مع السكر يبقى المذاق. هاهما نعمل عملت جوج معمرين بزاف بركه باش ما تجيش حلوه بزاف. ونحرك كتجي كتحمق بنينه حبيبي، وشوفوا غير الحاجات اللي فيها كيحمقوا الغديوي ديالي كيطيب كيدار واحد الطريف تما. نحركو مزيان حبيبي باش ما تلصقناش. عاود عيت بدا تعمل ديك البويبقات صافي واحد دقيقة ماشي كاملة حيت هذا قليل عليا اخر، هذا غير الراس. هانتوما كتشوفوا هاي بدات كتعملها، دابا نحيدها ان شاء الله. هانتوما حبيبي ها هي غير عفوا غير على برا فادي شبرات مرة. هانتوما كتشوفوا ودابا غادي نضيفو عليها اللوجه ديالها. شتو على ملي دار فيها حبيبي
سمحوا لي. نزيدو نهبطو هاد الشوية، ها هي ما لصقت ما تا حاجة حبيبي. هادي كتبرد دغيا، زعما كتشبر دغيا، ولكن البرودة خصها تبرد مزيان. البرودة خصها كبيدات. هانتوما شتو كيف النية. دابا عندي نواعي فيلي، عاود على حسب بغيتو تخليوها غير هايدة، تعملو لها شوية د مثلا اللي بغيتو، ما حتاش نقول لكم انا اللي بغيتو من فقيد الشوكولا ولا شي حاجة مهرمشة اللي بغيتو. انا غادي نعمل ليها اللوز ايفيلي، عندي محمص شوية، ها هو خصني نعملو دابا حتى باقا شوية كتلصق باش نضربو عليها. هيدا هادي بقى صحيحة، نزولها غير واحد شوية. هيدا باش يشبر لي معاه. ايوا هادي انتوما عارفين معمره غير باللوز، وهانتوما عادي تشوفوها. واذا جربتوها عاودوا لي عليها حبيبي، تشوفوها معايا ان شاء الله ملي تبرد في البلاطو ديال التقديم. عرفق معاه واحد شويه ديال الفروطه للضيوف ديالي، ونتمنى تعجبهم حتى هما وتني اعجبكم حتى نتوما ان شاء الله يا ربي. وبسيتو حبيبي وتشوفوا معايا في بلاطو حبيبي. ها الشكل النهائي ديالي، دا التحليه ديالي، مرشيت لها شويه السكر جلس عاد حتى هي من فوقي باش نعطيها المنظر وصافي. الحلاوه جات هي هذيك. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم ان شاء الله. رافقتها مع شويه الفروطه، ها نتوما كتشوفوا الضيوف ديالي، ها نتوما لعب، ها نتوما حبيبي. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك وشاركوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم. وهانتوما كتشوفوها كيف جات كتحمق، ولبنا ما نعاود لكمش عليها، ودابا نقطع لكم منه واحد الطريف ونوريه لكم ان شاء الله. نتمنى على ربي سبحانه وتعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا حبيبي على المتابعه، وشكرا على الاشتراك، شكرا على الكلام الحلو اللي كتخليو لي، وجزاكم الله. ونتمنىكم تكونوا بالصحه والعافيه، ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تشاهدوه بالصحه والعافيه وراحه البال والفرحه في الحياه ان شاء الله يا ربي. شكرا حبيبي جزاكم الله، وفي شيوه ام سليمه اللي مجاي ان شاء الله يا ربي. بسيتو حبيبي، ونتمنىكم تكونوا سعادة كاملين يا سيدي ربي بالصحة والعافية، وتدخلوا لعندي بجيم حبيبي ما تبقلوش علينا بجيم، جيم ما غتخسروا حتى شي حاجة. جزاكم الله، الله يرحمكم الوالدين، وشكرا للحبايب ديالي. وفي الوصفة المقبلة إن شاء الله يا ربي، ونتمنى هاد التحلية تعجبكم. هذيك الفروطة عادية عزينتها بها وصافينا الحباب ديالي، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما وحبايبي. بسيتو.